بكل شيء مرحبا بكم في الدولة. حبينا بمناسبة عيد الثورة 17/14 جانفي اللي تأخر مرحبا فيه عيد الثورة، حبينا نحبكم بكل شيء نحبكم. هو يعني هذا داخل في الاعتراف الجديد ومساهمتكم في الجلسة هذايا، مش في المنظومة، عبر المنظومة زاد نحب نكرم كل سارق من شرحها، ضحاها، عائلاتهم، أحبابهم، الأنتراج بتاعهم، هذا من كل الشهداء اللي جاوا وقت الثورة واللي جاوا من بعد، لأنه العملية متواصلة. البلاد هذيا في تاريخها المشرف المنور يعني كيف فيها رجال ونساء وقفوا لها وضحوا وقبلوا باش يضحوا، ونحن نشوفوا يعني العمل هذا متواصل اليوم في جهود في ثانويين في المجتمع المجتمع كلهم شهداء وكلهم قدموا تضحيات. فكان من الضروري كونوا نكون فيها ذاتي وتشرفونا احنا في مقر رئاسة الحكومة كممثلين لجميع اللي ضحى واللي قدموا تضحيات من اجل بناء البلاد هذيا. ان شاء الله لك حد الباس، ولكن ما تعرف التحديات موجودة والبلاد هذيا واقفة لانه فيها رجال ونساء قادمين بالتضحيات. انتم على من مجموعة اللي صارت لكم يعني قصور كبير، شيء حسوه اليوم كان من واجب الدولة باش تعمل معكم مجهود خاص. اليوم أنا حرصت كونه قبل استوفى الفكرة هذه بتاع 14 كونه نعملوا أنا جلست معكم ونقدم لكم يعني فيه أربع مساكن تحية إن شاء الله نقدم لكم المفاتيح بتاعها، وفي زوز أخرين باش نقدم لكم شهادة تمليك باش نبداو يعني على الأقل هذا أقل الواجب اللي تقوم به الحكومة والدولة. يعني الدولة ماهيش حكاية الحكومة، ده فريق أشخاص هو من واجب الدولة. الأمور صارت يعني بترونسبارونس، كانت فيه لجان فنية ولجان طبية وهما اللي بروزون سيليكسيوني اللي بيحكموا في القصور هذا. هذا مش باش يعوضكم على القصور، ولكن على الاقل هو جلسة الاعتراف الجميع، مش كذلك منظومة لكل ما قدم للبلاد هذه. وان شاء الله تعويض يعني المغالي يكون اقوى، وانا متاكد كونكم في الموضوعات بتاعكم يعني فرحانين بكم فخورين بكم، انا ناكد لكم احنا فرحانين بكم فخورين بكم، وان شاء الله معناتي ربي يوريكم صبر.